عشان نوضح الموضوع لحضراتكم كمان من الجانب القانوني. معانا كابتن ياسر عبد الرؤوف ابو الكباتن. ازيك يا ابو الكباتن؟ اهلا بحضرتك. اخبار حضرتك؟ كله تمام؟ منورنا ابو الكباتن، ودايما بنلجأ لحضرتك في المواقف الغريبه والمواقف اللي مش عارفين ده حصل ليه وازاي. حضرتك شفت الماتش اكيد وتابعت الاحداث. للاسف طبعا انا اتفرجت وللاسف تابعت. تمام. وبص بص يا احنا بقالنا سنين طويله، بقالنا اكتر من 5 6 سنين بنتكلم في مستوى التحكيم الافريقي، سواء لمبارياتنا كمباريات انديه او منتخبات، وملاحظين كلنا بقالنا فتره ان الدنيا مش كويسه وان احنا ماشيين دايما على سطر وبنسيب سطور. طبعا. فللاسف النهارده بقى ده كان تتويج لل5 6 سنين اللي مروا علينا، وللاسف ادينا انطباع مش حلو خالص للكره الافريقيه ولا للتحكيم الافريقي ولا لينا كافارقه منتمين لقاره احنا بنعتز بيها. فللاسف وصلنا لشكل هنكون مسار حديث العالم لفتره مش قليله. ان الكلام ده ما بيحصلش كتير. تمام. ولو حصل ما بيحصلش في المستويات العاليه دي. تمام. يعني انا افتكر مثلا وقعه زي دي حصلت عندنا احنا هنا في مصر من 5 6 سنين. تالي كان في ماتش كان كابتن مختار مختار متهيألي المدرب، صحيح ولا ما كانش ده الحدث؟ انا مش فاكر بتاع الدوري الممتاز، انما فاكر في الممتاز ده. انا فاكر حصلت مره في دوري ممتاز وتم استكمال الوقت في ساعتها، كان في مشكله في الساعه بتاعت الحكم وتم استكمالها. ونفس الوضع تقريبا برضه حصل في ماتش القسم الثاني اللي انا كنت هتكلم عليه، اللي هو كان السكه والنصر، وبرضه وهم برضه في الملعب انتبهوا وكملوا المباراه عادي. طب خلينا نمسك النهارده ايه المسلسل اللي حصل النهارده. ماشي. طيب هو المسلسل بدا الحقيقه يمكن من الدقيقه حوالي 79. ماشي. لو احنا خدنا بالنا هنلاقي ان في لقطه جت على حكم المباراه وهو بيبص بتاعته، وبعدين بيتكلم مع الحكم الرابع بيشاور له، واضح ان هو ده الوقت الضايع اللي هو بيدوب. صحيح صحيح. طيب ودي كانت غريبه بالنسبه لي، ان هو بيشاور له تمام بصوابعه بالعدد. طيب انت في وسيله اتصال موجوده، يعني انا هقول لك يا قضاء 4 دقائق صعبه؟ صح. لا خالص مش صعبه، مش هقعد اعد لك على صوابع ايديا. ولكن يمكن انا هروح لجزئيه كده في الاخر هنبقى نتكلم فيها باستفاضه شويه. ماشي. فدي كانت اول مشهد عندنا. الحقيقه انا ما فهمتش هو بيعمل ايه في لحظتها. بعد كده في الدقيقه 85 تمام هو نهى المباراه وقال لك كده انا كده تمام والوقت خد. طبعا حصل اعتراضات من الجهاز الفني والاداري لمنتخب تونس. وده وضع طبيعي جدا. هو الحقيقه انتبه تمام ان هو لا لسه في وقت. انتبه من مين؟ انا دي برضو المعلومه دي مش عندي. تمام. يعني كان المفترض ان في حد يقول له خد بالك ان في 5 دقائق لسه قدامنا. يعني انت هتلعب 5 دقائق وبعدين في نهايه الدقيقه الخامسه انت هتعلن الوقت الضايع. اللي هو بالمناسبه ما كانش قليل النهارده خاصه في الشوط الثاني. تمام. فده برضو احنا ما عرفناش مين اللي قاله، واعتقدنا ان الراجل هيكمل 5 دقائق وبعد كده يعلن الوقت الضايع. ما تمش الاعلان على الوقت الضايع، وفوجئنا برضه بيه في الدقيقه حوالي 89 و50 ثانيه بالتحديد. تمام. بينهي المباراه للمره الثانيه. وبرضه حصل اعتراضات. ليه؟ لان مفيش وقت ضايع اتلعب. وهنا شفنا الحكم الرابع كان واقف على الخط، يعني كان ماسك اللوحه واقف على الخط، معنى كده اللي كان في اتجاه اللي يكون فيه وقت ضايع يعني. وان هو يدي وقت ضايع. طيب احنا بنتكلم ان في وجود الفار يا قضاء تمام الوقت الضايع ده بيتقسم لجزئين. جزء اللي هو الطبيعي اللي هو متعارف عليه بتاعنا، اللي هو احراز الاهداف، تقييم الاصابات، اللعيب المصاب، الاستبدالات، لو في اي حاجه ثانيه ممكن هي تستحق وقت بدل ضايع. والجزء الثاني بيبقى خاص بالفار. وده اللي بيقوم بحسابه مساعد الفار، اللي احنا بنقول عليه اي فار، اسيستنت فار. تمام. ده بيحسب التوقفات اللي بياخدها او الزمن اللي بياخده حكم وقت الفار في المراجعه. طب على طب بمناسبه الكلام على الفار، هل حكم الفار يقدر يقول للحكم في الحاله دي الوقت لسه ما خلصش ولا مش في روايح الفار؟ انت سبقتني. تمام. هو اللي انا هقوله لك ايه، ان انا كحكم مباراه ما بقدرش انهي الشوط الاولاني ولا الشوط الثاني غير لما اسال حكم الفار اقول له انت عندك وقت قد ايه انت خدته وضاع مني وانت بتراجع. فيقول لي 3 دقائق. ده في حاله ان كان في حاله فار. ده اكيد. بس لو ما فيش في حاله فار فما بيرجعش الحكم الفار. بالظبط كده. تمام. ماشي. بس برضه هساله هقول له انت عندك حاجه، انت عندك وقت انت خدته. تشيك، مجرد تشيك. المهم
يعني ما مثلا خلي بقى حضرتك من حاجه، ممكن بيكون في جول، الجول ده انا بقعد اراجع عليه دقيقه تمام، وبعدين بقول لحضرتك كونفيرم الكره هدف. تمام، فده ده وقت اللعب فيه متوقف صحيح كام ثانيه عدد معين فبيقول وده على فكره بتتحسب المفروض بالثانيه. تمام، المهم ان انا قبل نهايه الشوط الاول او الثاني لازم باخد كونفيرم من حكم الفار بالوقت البدل الضايع اللي هو عنده عشان انا اضيفه على الوقت الطبيعي اللي انا بستهلكه. تمام، فالحقيقه برضو ده ما حصلش. ماشي تمام، يعني ده احنا ما شفناهوش. صح، بدليل ان الراجل ما اساسا ما استكملش ال 90 دقيقه. صحيح، يعني الراجل مخلص تقريبا 89. بس في حاجه يا ابو الكباتن لاحظناها كده على الحكم، مش عارف حضرتك اخدت بالك منها ولا لا، كنت حاسس ان هو خارج من اللقاء مش مركز، يعني هو خارج من البدايه، مش هو من متزن، البدايه في حاجه غلط. هو من البدايه ادب، برافو عليك، من حصلت محلها. هو من البدايه تمام، هو فقد التركيز، فقد التركيز نتيجه ايه انا مش عارف. ده حاجه. الحاجه الثانيه ودي بقى اللي انا هقول لك عليها، نرجع تاني للدقيقه 79 اللي هي قصه الاشاره او العدد دقيقه 5 دقيقه 85 79 اسف. سكازوي منين؟ من زيمبابوي متهيألي، من زامبيا. زامبيا اسف. اللغه الرسميه بتاعتهم ايه؟ الانجليزي. صحيح. الحكم الرابع انجولي، اللغه الرسميه بتاعته البرتغالي. حكم الفار كان المفترض ان هو يكون مكسيكي، ولكن جاله كورونا فتم الاستبدال واتحط حكم فار مغربي. ماشي، فثلاث لغات. اللغه الرسميه ايه؟ عربي. وايه تاني؟ وعندهم كان فرنساوي. فرنساوي. فاحنا بنتكلم في ثلاث لغات، هل الثلاث لغات دول اللي عملوا الدروب ده ما عرفوش يتواصلوا مع بعض؟ ممكن، صح، تحليل صح. والله يا كابتن بحب فيك تحليلك للموضوع من اوله لاخره، مش بس نخش نقول القانون في الاخر هيقول ايه. ففعلا احنا بنحاول نترجم او نفهم ايه اللي حصل. ما هنا الحكم فعلا وسيله الاتصال، ممكن الحكم ما الحكم الرابع ما يعرفش يتواصل معاه باللغه بتاعته. احنا كده ايه، احنا كده مسكنا الحكم الرابع ومسكنا البار ومسكنا الايبار. الحكم بقى مثلا انت بتفتي تمام وتقول ان الناس دي، طب زمايله المساعدين محدش فيهم نبهه؟ برضه ده سؤال. طب المنظمين محدش فيهم نبهه؟ بص كام عنصر كان ممكن يتدخل وكان كتير. ممكن يقول تمام ان لا لسه في وقت انت لازم تلعبه. طبعا كل ده ما حصلش، وحصل اللي حصل قدامنا، وشفنا العصبيه اللي بيتعامل بيها الحكم الرابع مع الجهاز الاداري لمنتخب تونس والدفع بالايد. خلاص يعني احنا خرجنا ان احنا مش بنلعب في بطوله اولمبي وبطوله كبيره، لا احنا خرجنا حاجه للاسف للاسف. تمام، طيب نيجي بقى ايه، كل اللي احنا بنتكلم فيه ده كان مشكله حكم ومشكله تحكيم. تمام، طيب لو كنت انت سالتني لغايه اللحظه اللي احنا كنا وقفنا عندها دي، هقول لك ايه، هقول لك والله الحكم لعب على ساعته هو 90 دقيقه. تمام، وكان هيبقى المشكله في ايه، في ان هو اساء تقدير، برافو عليك، وهي دي اللي انا بتكلم عليها في الدقيقه 79 اللي هو بيشاور فيها بالخمس دقائق. تمام، كان في الوقت ده، كان في اللحظه دي كان لازم حد ينبهه يا عم اصحى احنا لسه في الدقيقه. هو التنبيه كان لازم من الصوره اللي احنا شايفينها مع بعض، والدقيقه 79 41 ثانيه هو بيشاور خمس دقائق وقت بدل ضايع، كان هنا يتقال له يا كابتن لا دي الدقيقه 79، انت وقف بقى دلوقتي واظبط ساعتك زينا. ايوه بالظبط كده. تمام، او انسى ساعتك واشتغل على ساعتنا احنا هنقول لك. صح تمام، ولكن ده الحقيقه ما حصلش. ماشي، طيب وهنرجع تاني بقى للدقيقه 90، الراجل نهى المباراه مثلا قبل ميعادها ب 10 ثواني. صحيح، تمام، 10 ثواني دي انا بالنسبه لي مش هاخدها في اعتبار، يعني ممكن اقول ايه؟ والله هو شغل الساعه بدري، ساعه التلفزيون. ماشي بتحصل، ولكن وقت بدل الضايع مش موجود خالص. هو هقول لك بقى، يبقى كان هو هيسال عن ايه؟ عن ان هو اساء تقدير الوقت البدل الضايع وما لعبوش. كان هيبقى الحساب هنا بس. ماشي ماشي. طيب كان هيبقى مشكله تحكيم وحكم بس. صحيح. الحكم خلص ودخل اوضه اللبس والموضوع انتهى. فوجئنا بعدها بحوالي 20 دقيقه او 25 دقيقه ان في قرار ما اعرفش صدر من مين، تمام، بيقول ان الفريقين يرجعوا ويكملوا. هيلعبوا دقيقه بعد كده كام دقيقه وقت ولا الضايع؟ دقيقه ودقيقتين وقت بدل الضايع، ده اللي اتقال تحديدا على القرار الرسميه اللي صحيح. هي لعبه البطوله. صحيح. تمام، دقيقه ودقيقتين تضايع. تمام، طيب مش هتطرق لان منتخب تونس نزل ولا ما نزلش، ولا مالي نزل ولا ما نزلش، مش هروح لكل ده. ماشي، معنى ان انت تقر ان في دقيقه ما اتلعبتش يبقى كده وقت المباراه لم يستكمل. تمام، ده رقم واحد.
كطرف بقى انت دخلت نفسك في الموضوع. طب القانون بقى هنا يا ابو الكباتن يقول أكمل ايه؟ اكمل اتفضل اتفضل. ومين اللي حدد دقيقتين؟ وحددهم بناء على ايه؟ ومين اللي عنده السلطه دي؟ بص احنا دخلنا في كام سؤال مش طرف فيه بقى الحكام ولا التحكيم. ده الكاف. تمام. انا مش عارف مين. لا لا بقول لك ده الطرف فيه بقى الكاف اللجنه او اللجنه المنظمه. يعني هل هو مثلا الكوميشنر؟ هل هو الاسيسور؟ هل هو الكوردينيتور؟ هل هو الناس المنظمين؟ احنا مش عارفين مين. تمام. المهم ان في قرار صدر ان في دقيقه ما تعبتش وان في دقيقتين تمام وقت بدل ضايع. الوحيد اللي يملك انه يحدد الوقت البدل الضايع هو مين؟ هو الحكم. تمام. وده احنا مش عارفين هل الحكم هو اللي قال لهم انا ما لعبتش دقيقتين؟ طب انت ما لعبتهمش ليه طالما انت عارف؟ والغريب ان الحكم ده حكم دولي يعني من 2007 فبقى له 14 سنه حكم، يعني حكم مش صغير يعني مش ومعروف له حكم كويس. عايز اقول لك حاجه عايز اقول لك حاجه، هو احيانا بتحصل يعني احداث مش منطقيه ومش طبيعيه، وانت زي ما قلت هو كان واحد فاقد التركيز خالص. طب هل بقى في الحاله اللي هو كان فاقد فيها التركيز دي كان المفروض يتم استبداله ينزل الحكم الرابع صحيح؟ ما يعني ده لو هو اقر بينه وبين نفسه اللي هو تعبان او عنده حاجه تعبان ومش قادر يكمل. تمام. الحاجه الثانيه ان اللي كان هينزل يستكمل الوقت اللي هم قالوا عليه ده تمام كان الحكم الرابع. لو انت خدت بالك مش الحكم الرئيسي. تمام. طب الحكم الرابع ما كانش عايز يكمل بناء على ايه؟ او ما كانش عايز يكمل ليه؟ هو خارج قدامنا سليم ما فيهوش حاجه. بصراحة الماتش كله أسئلة، يعني الماتش كله ألغاز، المفروض دلوقتي في اجتماع موجود طارق علشان يطلعوا بقرار، بس حضرتك شايف بقى نتيجة كل الصورة دي، إيه القرارات اللي ممكن تطلع تجاه الماتش وتجاه الحكم؟ احنا نستكمل السيناريو اللي حصل ونقول إن الحكم الرابع نزل وفي فريق من الفريقين استجاب ونزل اللي هو مالي والفريق الثاني أو المنتخب الثاني اللي هو تونس ما استجابش وما نزلش. تمام. وبالتالي اعتقد تمام ان الاتجاه هيبقى رايح ان منتخب تونس ما رضيش يستكمل وراه وفي الحاله دي هيعتبره مغلب. يعني حضرتك شايف ان حسب الـ 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 الصوره ممكن ده يوصلوا ليه. طب ده الحكم بقى ممكن يبقى في عقوبه على الحكم ما يستكملش البطوله يكون في اجراءات ثانيه؟ الحكم اعتقد ان اول طياره هتبقى خارجه من الكاميرون هو هيكون فيها. يعني ده اللي انا اعتقد. طب وتونس هتعتبر بقى مهزومه بنتيجه المباراه ولا بنتيجه ثانيه 2-0 نتيجه اعتباريه؟ لا ده القرار اللي انا بستنتج ان هم هياخدوه. تسالني انا بقى هل القرار ده قانوني؟ ما انا لسه هقول لك بقى، ما انا لسه هتبقى صح ايه بقى؟ قانوني او مش قانوني؟ خلاص احنا طبعا نرجع للوائح الكاف. تمام؟ لازم يكون حد ملم بيها ويبقى الوضع فيها ايه؟ وخاصه ان في اقرار ان الدقيقه ما اتلعبتش. يعني القرار حضرتك قلته هياخدوه ده طبقا للوائح اللي موجوده في البطوله ولا لا 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 طبقا للسيناريو اللي حصل طبقا للسيناريو. طب طبقا للوائح والقانون اللي موجود ايه اللي المفروض يتاخد؟ بالنسبه للحكم، الحكم لعب 90 دقيقه من وجهه نظره ان هو ما فيش وقت بدل ضايع وان هو كده استكمل الماتش وكانت المباراه هتبقى قانونيه. انا بقول لحضرتك ان الطرف الثاني اللي دخل ونزل الفريق ونزل حكام ثاني ده عمل علامه استفهام كده على تونس، فكره ما نزلتوش استكملته ليه؟ بالظبط كده. يا ابو الكباتن بصراحه يبقى تونس بدل ما كانت تبقى تونس قدامها فرصه الاحتجاج وتقول انا الوقت المباراه ما تمش الوقت الضايع ما تلعبش. لا يا سيدي الايه اتقلبت اهو ان في دقيقتين وقت بدل ضايع وكمان دقيقه من عندنا. يعني موضوع صعب جدا وهنشوف كمان وهنتابع النتائج اللي هتطلع من الاجتماع الطارئ ايه. ابو الكباتن دايما بتوضح لنا الصوره، شكرا لحضرتك جدا كابتن ياسر.